حالة التعثر التي آل إليها المسار التفاوضي أباء لأن يفوت علينا فرصة الاحتفال في كنف الوفاق والتصالح، وجعلنا مشتت الأذهان بين رغبة الاستمتاع بهذه اللحظة ومآل الجلسة التفاوضية المبرمجة اليوم البت في مسير المفاوضات الجارية. محطات كثيرة نحولها إلى فرص حقيقية لفائدة بلادنا لو تصدق النوايا وتصح العزائم من أجل حشد التضامن العالمي حول النموذج الذي نسعى إلى إرسائه. ولعل من أهم هذه الفرص الموعد القادم الذي ينتظرنا بالعاصمة النرويجية أوسلو في شهر ديسمبر المقبل لتسلم جائزة نوبل للسلام، حيث ستكون حجتنا على الإقناع دون منازع هي قدرتنا على الظهور كصف واحد موحد وعلى التكلم بصوت واحد من أجل تونس ومن أجل شعبها. الإذاعة الوطنية التونسية.